الله يبارك فيك كابتن. كابتن علاء، ألف مبروك، فوز مهم جدا للنادي الأهلي وفوز غالي بيقربك من حسم البطولة مبكرا إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أيمن. مباركة ما بين فرقتين، لكن الدوافع مختلفة شوية. فريق عايز يكسب عشان خطوة مهمة للدوري، وفريق بيحاول ينجو من شبح الهبوط. لكن هي كل الكفة كلها كانت قبل المباراة لصالح النادي الأهلي في كل حاجة، في كل الخطوط، في أداء الفريق، في شكل الفريق، في الحالة البدنية بتاع الفريق، الحالة الفنية، حالة لعيبته، كلها بتصب في صالح النادي الأهلي. لكن كل ده احنا مستنيين تترجمه لأهداف. يعني كل الكلام ده قبل المباراة كويس قوي. خلال الشوط الأول اتكلمنا وقلنا ايه الأخطاء الموجودة، وبدأنا الشوط الثاني برضه كان كل تفكيرك انك عايز تجيب هدف. الهدف بيريح لعيبتك تماما يا أيمن، مش قلق على البطولة على فكرة خالص، لكن انت عايز تجيب هدف تريح، انت تستريح كمان، وجماهيرك اللي عند، مش عايز اقول جماهير قلقانه، جماهير الاهلي ده مش قلقان على لا البطوله، مش حكايه قلق، بس هي عايز تخلص، بس زي ما قال الكابتن شريف. ايوه بالظبط، عايز تخلص بدري. يعني لما هي تبقى انت طالع من تعادل ولا قدر الله بس أيمن تعادل تاني ولا حاجه، انت يعني وصلت، انت اصل انت وصلت جماهيرك ان هي طمعانه في الدوري بسرعه من بدري. اوعى تكسبها انت كده. على بالظبط، ما انا بقول لك انت اتعودت بقى خلاص. انت طمعت، انت طمعت جماهيرك ان هي مساله وقت، فعايزين ادام مساله وقت فالاهلي بيكسب فنخلص من بدري. فده اللي حصل النهارده. لكن هي مباراه فنيه مش اعلى حاجه كويس، لكن الامور بتقول لك او المؤشرات بتقول ان مع الوقت الاهلي هيجيب جول. بس امتى؟ انت خايف ان الوقت يعدي منك زي وفرصه في فرصه في فرصه فيوتشر وتلاقي المباراه بقت تعادل. لكن النهارده الامور لحد ما مختلفه شويه. النهارده في سرعه اكتر من فيوتشر، في تفكير اكتر من فيوتشر، في سرعه في الاداء، في سرعه في التفكير نفسه. اللعيبه مش في احسن حالاتها خالص، لان برضو انا مش عايز اضغط عليهم بدنيا، مرهقين جدا ذهنيا كمان. لكن الى حد ما الحاله الفنيه اعلى شويه من فيوتشر. النهارده بيلعب فريق بيجاهد بكل ما اوتم القوه على اساس يبعد عن شبه الهبوط. يعني عمل مجهود عالي جدا في الشوط الاول، وكان متوقع انك تلاقي مساحات في الشوط الثاني. هو بدنيا عمره ما هيجاريك بدنيا. الفريق اللي بيدافع اكيد هيجي عليه وقت وهيتعب. والاسماعيلي كان كل كلامه وكلموا عليه الكباتن كلهم، كابتن شريف واسامه وعادل، ان هيلعب على ويغلق المنطقه كويس قوي، بيلعب على الكور طويله للثلاثي الهجومي. لكن لحد امتى هيلعب كده؟ هو كان بيلعب على كره واحده بالظبط، واحده تعدي اجيب جول ويبدا يعني يلعب على 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 النتيجه دي. لكن ما حصلش فرص كتير للنادي الاسماعيلي في الشوط الاول خالص. الشوط الاول خرج تعبان، بس 0-0 بالنسبه له. طب من 45 دقيقه كمان يبقى هو خرج بالمباراه زي ما هو عايز. لكن النادي الاهلي لا، انا بلعب على مكسب، بلعب على هدف، فضاغط وبيحاول لحد ما جه الهدف. يمكن كان نفسه كره محمد شريف تدخل جول، وانا برضه بس هو يعني محمد مجدي السلام بتاعه حلو قوي، استعملها جامد شويه. هي مش يعني انت كل ما تقرب لحارس المرمى لازم مزبوط. تبقى الدقه لازم مزبوط. تستعمل بطن رجلك مزبوط. لكن هو عايز يضمن، هو عايز يضمن قوي يعني، هو عايز نتيجه جول، فعايز جول فاداها قوه. هارد لك ممكن على فكره تضرب في بطن العارضه تخش جول، لكن هارد لك لمحمد. لكن على فكره هي بالنسبه له مش سيئه، الحمد لله. المباراه خرجت بثلاث نقاط مهمين جدا، ده الاهم. دايما بص الاهم بالثلاث نقاط، الثلاث نقاط بعد كده مهمين دول بتضيع اي حاجه بعد كده يا ايمن. خلاص الحمد لله. احنا عايزين زي ما بقول لك، انا مش عايز هجمات ومش عايز انا عايز المهم، انا عايز النتيجه. نتيجه النهارده انا مرضي، الهدف تحقق، جبت ثلاث نقاط، انا بالنسبه لي مرضي. مش هتكلم على الاداء، مهمنيش الاداء دلوقتي، مش عايز اداء، انا عايز اكسب المباراه. صحيح. ادائي مش وحش، يعني انا مش عايز اقول لك يعني عشان الكلام ما تفهمش غلط، اسماعيلي ما كانش احسن مني خالص على مدار المباراه اطلاقا، لكن انا عايز النهارده الاهم، خش في ايه، في اللي هو العنوان، المباراه تكسب ولا تلعب. وانت النهارده كسبت، والى حد ما لعبت وهددت وضغطت، وكان شكلك متغير بين الشوط الاول والشوط الثاني، ودي حاجه تحسب للعيب. الشوط الاول كان حاجه، الشوط الثاني لا، زي ما قلت لك الشوط الثاني يا ايمن بين الشوطين لا، هتلاقي الضغط اعلى، هتلاقي بدور على الهدف بسرعه، والهدف الحمد لله اتحقق. نادي الاسماعيلي بعد الهدف خلاص هو ما عندوش حاجه يعني يبكي عليها. في شويه عصبيه شويه من باهر، لكن باهر يعني عصبي، لكن انا مش موافق ان محمد هاني يروح له صح خالص اطلاقا. محمد هاني انت ليه تروح؟ ما تروحش لباهر. باهر مغلوب 1-0 يعني
فريقه في موقف لا يحسد عليه، هو مشدود ومتعصب لما حاله زي دي ما روحش حتى لو هو غلطان. هو اتصرف بطريقه خاطئه بصراحه. ثانيه واحده انا بقول ايه، حتى لو هو غلطان، باهر غلطان وكلم جماهير الاهلي بطريقه وحشه، يعني معلش مهما كان انت طبعا بتحب النادي الاهلي وبتحب جماهيره، لكن ما تلاقي حد في الموقف ده هاني ما تروحش خالص، سيبه ان هو اكيد متضايق، ان هو حتى بعد كده بدا يهدى يهدى حتى في الكوره. انا قلت راح يهديه يعني. لا واضح ان هو كان راح بيلوم ان هو بيكلم جماهير النادي الاهلي، لكن هو حتى في اخر لقطه ما تكلمش الجمهور بتاع. لا ما يروحش يا كابتن شريف. يعني لو انت مكانه مش هتروح طبعا. يعني لازم يبقى عينك برضو على شعور اللاعب المنافس، وبعدين ده لعيب نادي الاسماعيلي، هو والاسماعيلي في موقف وحش جدا جدا، فهو غلط في الجماهير ماشي، يعني متعصب والنتيجه بالنسبه له مش احسن حاجه. حتى باهر بعد كده هدي في اخر كوره مثلا لو جبتها هو وحسين اخر كوره، لا راح خفى حسين ورجع مع بعض، يعني هدي، لكن بعدها لازم هاني. وهاني على فكره مش طبيعي، من نوعيه اللعيبه المحترمين جدا طيبين جدا، مش بتاع مشاكل. هو يمكن عايز يروح يهدي باهر من يعني حاجه من جواه، لكن هي لازم يبعد شويه عن باهر. لكن في النهايه 3 نقاط مهمين جدا جدا صحيح. جدا الحمد لله. هنبص على مباراه الاتحاد، اجابات النهارده، انا اجابات النهارده كتير اكتر من فيوتشر بكتير، ان المكسب دايما حلو، حتى اما كولر هيجي يتفرج على المباراه ويتكلم او يقيم المباراه اعتقد هيبقى اهدى شويه في المؤتمر النهارده، هيتكلم اكيد النبره تبقى احسن. 3 نقاط انت كنت محتاجهم، مش عشان انت موقفك صعب لا 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 خالص، انت 3 نقاط عشان ها نخلص، جمهورنا يبقى مبسوط النهارده ب3 نقاط، عشان انا عايز الخطوه الثانيه يبقى خلص. الحمد لله تخلص البطوله ان شاء الله. فالحمد لله 3 نقاط مهمين، الف مبروك النهارده. ويعني اعتقد اللعيبه النهارده عملت اللي عليها، مفيش حد بخل بحاجه، ونتيجه على فكره طبيعيه لمباراه النهارده اكيد. صحيح.